انا في الدوي دريس كان عندك الروسه كنمشي كنشرجها من المارشي كنبيع الخرشف والربيع كنصور المصاريف ديالي بخير وعلى خير الحمد لله. وانا ما قبل ما باغي الا منكم الى الدعاء. الرشقه ديالي هي الصحه ديالي قبل كل شيء، هي الصحه ديالي. وانا الحمد لله محيد الملح والسكر دابا شي 10 سنين، شي 8 سنين هذه ولا 7 سنين، وحتى اللحوم ما كناكلهاش وكناكل الشيء اللي كنعرف، ما كنعرفوش ما كناكلوش. كان نعجل الخبز بيدي، انا رواسي كنعجل الخبز بيدي بالخميره البلديه. كناكل الفواكه بوقتها والطعام كناكلو في الوقت ديالو والفواكه في الوقت ديالها، اما نفطر بها او نتعشى بها. المسافه اللي كنضرب بفضل الله سبحانه وتعالى هذه ديال من غير ديال المارشي، كنكون مريح الجمعه كنشدها مشيه وحده من هنا خفيفه، ما كنبغيش نجري مع الصطوبات ومع داك حتى المسجد العراقي الخرجات اللي ساسفه، كنشدها جريه بوحده من عند المسجد العراقي ندخل لحد السوالم. كنت هاد السنين كندير ساعتين قل طولوت، هاد العام في 75 في 2015 في 2016 وفي 2019 كندير ساعتين ساعة ونص. هذا العام في 19 درت ساعة ونص، وفي 2016 و 2015 كنت كندير ساعتين قل طولوت. هذا العام في 2019 كندير ساعة ونص، كندخل لحد السوالم كنمشي ل 36، من 36 كنهول لسيدي الرحال، نصلي الجمعة في سيدي الرحال بفضل ربي سبحانه وتعالى. كنعاود ثاني نشدها ثاني من سيدي الرحال 45 كيلومتر إلى الحي الحسني، الركاب كنجي للمدينة القديمة. ملي كنتقدى ونجي كنمشي في الطاكسي، وملي كنجي كنشارجي الكروسة كندير ساعة لا روب ساعة قل قسمين، جري واحدة من باب المارشي لذاك ساعة قل طولوت، ساعة لا روب ساعة قل قسمين. بخير رمضان بخير، خويا كيضرني العطش ملي كنجي كيضرني العطش، ولكن في مع كنريح كنولي بخير وعلى خير. بقاش كي اخويا كان عطش شويه ولكن بخير الحمد لله. شنو كتطالب انت من الناس اللي باغيين يعاونوك؟ لا كنطالب منهم غير المعنويه، ما كنطالبش منهم الماديه. انا الساكنه اخويا ديال الحي هنايا، السيده هذا الله عمرها دار من نهار شنا ما شنا منه العيب، وراه معنا وليداتنا. تكلمي ساره. السلام عليكم. هذا السيد راه كيسكن حدانا في الدرب، كنشوفوه ديما يوميا تبارك الله مجهود تبارك الله، يوميا كيفيق مع 6 الصباح كيصلي الفجر كيمشي من هنايا حتى للمارشي اللهم بارك، كيمشي مسكين كيتقدى السلعه ديالو كيمشي كيجري وتيرجع تيجري. حنا كنشوفوا فحال هاد الناس ما بقاوش، حنا اللي جون وما نقدروش نديرو فحالو. الله يسهل عليه والله يكمل عليه، نتمناو الله يطول ليه في الصحه ديالو ان شاء الله، الله يكمل عليه. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.